علي المعلول في تنفيذ التمس، يلعب كرة مع حمزة حدا، تتعدى لحسام الوادي. حسام الوادي يبدل الكرة لليمين، ثم الحناشي يوزع، ما ثم حد، تتعدى الكرة أمام المرمى، يشي علي المعلول. علي المعلول يبقى الهجوم للنادي الرياضي الصفاقسي، يحاول المراوغة محمد تعويشي، يتمكن يخرج كرة إبراهيم البحري، يسدد والهدف الأول. الهدف الأول عن طريق إبراهيم البحري في توقيت 59 دقيقة لعب، الهدف الأول لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، 59 دقيقة لعب. إبراهيم البحري، علي المعلول ما يأسش بالكرة، تعديت في مرة أولى بعد توزيع ماهر الحناشي أمام المرمى، لكن علي المعلول يعاود يخدم الكرة. وكما تشاهدوا شوفوا الفنيات الكبيرة والمراوغة محمد دعويشي بطريقة شبيلة ياسر. علي المعلول يخرج كرة داخل مناطق الجزاء، يسدد كما جات إبراهيم البحري، تستتم بالدفاع وتدخل الكرة، اتغالت علي القلعي. إذا ناول الإعادة مرة أخرى والتسديدة، تستتم كرة ديفي الحقيقة، تستتم بالمدافع برجل المدافع، اتغالت علي القلعي. إذا إبراهيم البحري أمامكم وفرحة